من بين أنقاض الحرب ومماطلة الحوارات ومتاعب لا تحصى لشعب منهك، تأتي الذكرى 26 للوحدة اليمنية، وشبح الانفصال يخيم على الجميع. لا يخفى على أحد وضع البلاد الذي تغيب فيه ملامح الدولة الماثلة بالأمن والحرية والعدالة. تلك الأهداف التي سعى إليها اليمنيون بوحدتهم هي ذاتها التي تشكل اليوم مظلة الانفصال. لم تكن حرب صيف 94 إلا ترجمة فعلية لتحويل الوحدة من رغبة شعبية إلى مغنم شخصي ومكتسب قائم على الدماء. وكفعل مقاوم للاستبعاد الممنهج جاء الحراك السلمي الذي انطلق عام 2007 للمطالبة بتصحيح مسار الوحدة، إلا أنها قوبلت بالإقصاء حتى وصلت للمطالبة بفك الارتباط. كان الاجتياح الحوثيين للمدن الجنوبية المنعطف الأكثر خطورة في حياة اليمنيين وتاريخهم ومصير وحدتهم، وقاد إلى تحولات جسيمة شكلت قناعة لدى شريحة كبيرة من الشارع الجنوبي بضرورة الانفصال. رغم ضبابية المناخ الانفصالي نتيجة سيطرة النزاعات الداخلية في الجنوب، وتحديدا لدى الزعامة السياسية والتي لا تزال حتى اللحظة بعضها تعمل في صفوف الميليشيا الحوثية وخاضعة لأجندة خارجية، وهو ما يعزز المزاج الدولي الذي يبدو غير راغب بوجود دويلات متعددة على الأقل في ظل الصراع الدائر، ولا تزال ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وأطماعها تسيطر على المشهد. فالواضح أن أزمة الهوية وقضية التعريف والانفصال لم تمتلك المرونة الكافية للتعامل مع الواقعية التي انتجتها العملية السياسية من الثورة إلى مخرجات الحوار. فوثيقة الحوار التي جاءت كاعتراف حقيقي بالاختلالات التي صاحبت وأعقبت الوحدة، وساهمت بتكريس المظلومية الجنوبية بشكل واضح لتمثل دعوة حقيقية لحل المشكلات من خلال مخرجاته القائمة على صياغة فيدرالية